السلام عليكم الإخوان أخوات. فيديو ليومي الأحد، كما كتشوفوا حالة الطقس غائم ودايرين بأنه غادي يطيح بعض الأمطار تقريبا نهار كامل. الكمية قليلة والعلم عند الله. درجة الحرارة الآن 13 درجة والساعة 8:10. فالفيديو غنجاوب على بعض الأسئلة ديالكم. كاين واحد الأخ اللي سولني على UEMT وقال لك هذه 4 شهور باش تدفعوها وباقي ما توصلش بالجواب. نعم اخويا، UEMT كتاخذ الوقت. داكشي علاش انا قلت في واحد الفيديو بالنسبه للاخوه اللي جاوا فيزا سياحيه انهم يجيو معاهم الوقت، يجيبوا معاهم الوقت الا بغاو يحولوا فيزا سياحيه لتصريح عمل، لعقد عمل، لانك تاخذ شويه الوقت. انت جربتي وانا فيت ليا قلتها، كتاخذ شويه الوقت، تكون هاني ماشي مشكل، ولكن ان شاء الله دابا يجاوبوك. كاين واحد الاخ قال لي علاش كتهضر دائما غير على كيبيك، ما كتهضرش على خارج كيبيك. اخويا كنهضر على كيبيك اولا لانني كنعيش فيها، مقاطعه كيبيك. ثاني حاجه هي اللي فيها المهاجرين كثار من المغرب العربي، وانا المتتبعين ديالي اغلبيه ديالهم من المغرب العربي. سفران وكاينين ناس اخرين في مقاطعات اخرى، ولكن انا وقت ما طاحت عندي شي خبيره على مقاطعات اخرى كنت نعطيهم، بحال ساسكاتشوان، بحال مانيتوبا، بحال البرتا، بحال نوفو برونزويك، هادو كاع كنعطي عليهم معلومات مرة. هذا هو السبب اخويا. كاين واحد الاخت قالت لك ماذا عن اليوكون؟ اختي اليوكون كيجمع غير الفم، اليوكون كيجمع غير الفم، راه صعيب. احنا عايشين هنا في تروا ريفير وفصل الشتاء كيدوز عندنا قاصح، فما بالك باليوكون. اليوكون غادي صعيبة صعيبة. هادو لي كيبيكوا، هادو الناس كنديين اللي عايشين هنا وما تيقدروش يعيشوا فيها. هادوك اليوكون أغلبية ديال الناس اللي فيها لي زينويت. شكون هما لي زينويت؟ لي زينويت هما السكان الأصليين ديال كندا. كاينين لي زاميغانديان، كاينين لي زاميغانديان، كاينين لي زينويت، وكاينين وحدين أخرين. دابا ولاو تيسميوهم لي زوتوكتون، أولا كيسميوهم لي بخوميييغ ناسيون، الأمم الأولى. هادوك مولفين تما وكيعيشوا لي زيسكيمو تما. بالنسبه لينا حنا جايين من بلد سخون، ما تقدريش تعيش اختي، ناقص 50 ناقص. والا جاتك شي حاجه تما الله يسر لك، الله يسر لك. انا ماشي، انا تنقول كان على الطقس. الا جاتك شي حاجه مزيانه تما الله يسر لك. كاين واحد الاخ قال لك بانه بغى يجي وغيكري في Airbnb. اخويا Airbnb راني شرحتها، والسؤال ديالك واش الا عطيتي العنوان ديال Airbnb في، الا عطيتي العنوان ديالك في Airbnb في المطار واش جائز؟ نعم جائز، غير هو ما تنساش انك اون فوا ملي تبغي تخرج من Airbnb للدار اللي كريتي ولا الشقه اللي كريتي ب Airbnb، ملي تبغي تخرج اولا تغيرها لازمك انك تغير العنوان، لانه هما الديوانه ولا المصلحه ديال المصلحه فين غيصيفطوا لك لا ريزيدونس بيرمانونس ولا الوريقات ديالك الوثائق ديالك، غيصيفطوهم لك في العنوان اللي درتي لهم ديال Airbnb. لهذا خصك لابد انك تغير هذاك العنوان. الا عندك شي صاحبك كونفيونس ولا شي حاجه عطيهم العنوان ديال صاحبك. من الاحسن انك تعطيهم شي عنوان اللي غتبقى مستقر فيه، ريتما انك تسكن وتقاد الامور ديالك، وديك الساعه يمكن لك انك ملي تحصل على الوريقات انك ديك الساعه تغير العنوان وشوف السكنه فين سكنتي انت. واحد السؤال تيسولوني على الخياطه، قال لك واش الخياطه موجوده هنا؟ نعم الخياطه موجوده، الا كان عندك بيرمي دو ترافاي مرحبا، الخياطه موجوده هنا وكيتخلصوا مزيان. واحد المعلومه نقولها لكم، بان دابا في هذا الوقت هذا راه بداو الناس اللي باغيين يقلبوا على الديور. ما كان انا كنجاوب على كل شيء. الناس اللي سولوني على الديور في تروا ريفيير واش موجودين، نعم في هذا الوقت هذا راه بداو يتباعوا الديور، وكاينين دوك لي بانكارت ولاو تيعلقوهم بزاف. مثلا بحال هذه هي، راه شفتوها معلقه فيها واحد البانكارت حمراء في داك الكرياج ديالها، كاتبين فيها افوندغ ودايرين نيميرو التليفون. انت اش كدير؟ كتمشي كتشوف العنوان ديالها، تتشوف الرقم ديال الدار، وتتشوف الزنقه. هاي الزنقه قدامنا لا جوا شو، هاي قدامنا فين مكتوبه هاد ستوب اغي، راه الفوق دايرين لك هاد الزنقه فين كاين انا، والزنقه الاخرى الموازيه لها، ماشي العكس ديالها اللي مكونين لانترسيكسيون.
تاخذ غير الرقم ديال الدار ودير غو لا جوا تروا ريفير، فتدخل بحق خصك تدخل للسيت ديال ريماكس، تدخل السيت ديال ريماكس ودير الرقم ديال الدار وغو لا جوا، وغادي يعطيوك المساحه ديالها والعام فاش تبنات وشحال طالبين فيها ديال الفلوس وفيها الصور. تدخل كتشوف الصور لداخل كيفاش دايره، واش نقيه، شحال فيها من بيت، شحال فيها من طواليت، واش فيها السوسول، واش فيها، كتشوف كاع المعلومات. ولا الا بان لك داكشي مزيان كتعيط لهم تقول لهم بغيت نزور، كتجي تزور، الا عجبتك ديك الساعه كتونجاجا معاهم في الشراء. راه كما قلت لكم ولاو بزاف الديور دابا في هذا الوقت هذا تيتباعوا الديور، انا لاحظتها بانه تعلقوا بزاف، ولكن بالنسبه للكرا مع الاسف الكرا باقى الازمه، باقى الازمه. وبالمناسبه هذاك الصديق ديالي الهايسياني اللي كان بغي يكري ديك الدار، كان بغي يكريها ب 1500، كنت درت عليها واحد الفيديو، راه كراها لواحد ثلاثه ديال الجزائريين طلبه، هو ساكن صاحبي الهايسياني ساكن لتحت، والجزائريين ثلاثه طلبه غادي يسكنوا الفوق، وكراها لهم ب 1260 5.5، 1260 5.5، يعني فيها المطبخ الكوزينه، فيها الصالون، فيها ثلاثه البيوت والحمام، هذه هي 5.5، الصالون والكوزينه وثلاثه البيوت والحمام، وعندهم ستاسيونمون قدام الدار بحال هذيك السياره الكحله وبحال هذه السياره هذه تاع هي، عندهم بحال هكا ستاسيونمون. يلا ما نطولش عليكم اكثر من هذا الشيء، هذيك الدار اللي مازال كيسولوني عليها الناس راه صافي تكرات. ومبروك على الاخوه الجزائريين طلبه الثلاثه، والله يسر الجميع الاخوه الاخرين. يلا السلام عليكم.